السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم، حبيبي يا رسول الله. أهلا وسهلا بكل متابعيني، أهلا بكم من مطبخي، مطبخ غدا شوقي. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض مشروب الشتاء، حمص الشام. بصراحة حمص الشام من الحاجات اللي الواحد بيحبها صيف وشتاء. طبعا زي ما حضراتكم شايفين كده، أنا بلاه من امبارح بالليل، دي ما فيهاش حاجة، دي القشرة بس هي الغامقة، ما فيش أي مشكلة فيها. حمص الشام رائع، بيدفي بيدفي يعني. أنا ناقعة دوت من بالليل زي ما حضراتكم شايفين كده، ما شاء الله الحمص زي البندق، نفس حتى التركيبة ونفس الشكل بتاع البندق. أنا بقى بعمل حمص الشام إزاي؟ هقول لكم على طريقته. طريقته بسيطة وسهلة جدا جدا، ومكوناته ما فيش أبسط منها. بره في الشارع بيعمل حمص الشام، بيحط له البابريكا بس، هي دي اللي بتدي له اللون. لا، انا بحط له معلقتين كبار صلصه عشان خاطر تدي لون وطعم وقيمه غذائيه في نفس الوقت، تمام. بنحط له ايه تاني؟ حمص الشام بتحط له معلقتين صلصه، طبعا الليمون والشطه والحاجات دي حاجات اللي هي بتاعت الدقه بتاعته، دي اساسيه. الحاجات بقى اللي بتتحط جوه حمص الشام، الثوم والصلصه دي يعني اهم الحاجه، اهم حاجه. فص الثوم ده كبير عندي، يعمل حوالي 3 او 4 فصوص ثوم، انا ما بحطش اكتر من كده، تمام. ما بحطش بصل في حمص الشام، حمص الشام ما بتحطلوش بصل، اتفقنا؟ يبقى كده الحمص الشام بياخد على النار، بياخد معاه صلصه، فص ثوم، بعد ما يغلي شويه، بعد ما نكون نقعينه على الاقل 8 ساعات، على الاقل 8 ساعات، لان بيكون فيه غازات وسموم تحت القشر بتاع البقول، بالذات البقول الكبيرة دي لازم تتنقع على الأقل 6 ساعات، يعني من 6 ل 8 ساعات، تمام. بعد ما بيستوي الحمص بتاعنا بنعمل ايه؟ بنضيف له بقى معلقة صغيرة بابريكا، معلقة كمون، معلقة صغيرة ملح، تمام. الشطة طبعا دي تبع الدقة بتاعته، بنعمل ليمون وشطه، واللي حابب بقى يحط يحط، مش حابب خلاص ممكن نخلي الليمون كده يتعصر عليه لوحده، ما فيش اي مشكله. الليمون ده مفرز لان انا ما عنديش ليمون فريش، فطلعته من الفريزر عندي. هنسمي الله بقى وهنصفي الحمص بتاعنا ونحط له الميه ونحطه على النار يغلي ونشوف هنتعامل معاه ازاي. انا صفيت الحمص، انا بعمل ربع كيلو بس، يعني ممكن لو كل يومين ثلاثة عايزين حمص نعمل، بس أنا بعمل ربع كيلو على أساس إن هو يعمل لنا 4 5 كوبايات، أكتر من كده مش عاوزة. لما بنعوز تاني بجيب وأعمل، أو بيبقى عندي زيادة وببله وبعمله. ليه بقى؟ لأن أنا عندي أولادي من النوع لو الحاجة اتحطت في التلاجة مش بياكلوها، يعني ما بيحبوش الأكل اللي بيتحط جوه التلاجة ده خالص، تمام. أنا دلوقتي معايا الحمص فيه المية، هنبدأ بقى نبشر فص الثوم بتاعنا اهو، انا ببشره كده بالمبشرة، طالما فص الثوم كبير بيبقى سهل بقى، احسن من الدق والكلام دوت، تمام. هنحط ايه تاني معاه عشان نرفعه على النار؟ لو تلاحظوا انا حاطه مية بزيادة عشان احطها كلها مرة واحدة على النار، بس كده مش عايزين اكتر من كده توم، عشان خاطر التوم كتير برضو بيسبب مشكلة للناس اللي عندها مشكلة في معدتها. هنحط معاها ايه تاني؟ هنحط معلقتين الصلصة اللي هي المثلجة، وهننزل عليها بالبابريكا، الملح والفلفل والكمون، ده هيكون اخر حاجة. هنحطهم على النار لمدة نص ساعة، لمدة نص ساعة بالظبط، انا مش عايزة يعني اتقل عليكم عشان ايه، تكونوا يعني شايفين الطريقة. أنا عايزة أوريكم بساطة الموضوع، الموضوع بسيط جدا، مفيش أبسط منه. هيترفع على النار لمدة نص ساعة، بعد نص ساعة هنملحه، هنشوف مع بعض الخطوات. زي ما احنا شايفين كده لون الحمص، بسم الله ما شاء الله ولا قوة إلا بالله، أهو الحمص بتاعنا استوى وجميل قوي. أنا مش عايزة أسيبه أكتر من كده عشان ما يتهريش، طبعا احنا شايفين اللون بتاعه خطير. هنحط بقى دلوقتي الملح والكمون، تمام كده، علشان خاطر الحمص لما نيجي ناكله نلاقي طعمه متملح،
ما يبقاش الطعم بتاعه ماسخ يعني، هياخد بس غلوتين كده مع الملح والكمون، ونقفل عليه ونغرفه. كده يا حبايب قلبي خلاص احنا خلصنا مع بعض الوصفة بتاعتنا النهاردة، عملنا مع بعض حمص الشام بنفس الطعم بتاع الشارع اللي احنا بنحبه، بس طبعا بنظافة البيت وبمكونات جميلة مش مغشوشة. هنبدأ بقى نصبه كده، نسمي الله، بسم الله. طبعا انا حمص الشام يا جماعة بعمله بحط في كوبايات على قد ما كل واحد بيحب يشرب يعني، يعني في ناس بتحب كوباية صغيرة، في حد بيحب كوباية كبيرة. بسم الله. زي ما قلت لحضراتكم انا مش بعمل كمية كبيرة عشان خاطر انا ولادي وزوجي بيحبوا يشربوا حمص الشام طازة، مش بيحبوه يقعد في التلاجة بعد كده نصب منه يعني، مش بيحبوا الحاجة الأكل أي نوع أكل مش بيحبوه يقعد جوه التلاجة. بسم الله. إن شاء الله تعملوه بالطريقة دي ويعجبكم، وأرجو منكم بلاش تحطوا بصل على حمص الشام. حمص الشام مش بتحط له بصل يا جماعة، لو سمحتم وتكرمتم. ادي الليمون وادي الشطة. كده خلصنا حمص الشام بتاعنا. كده خلاص احنا خلصنا حمص الشام بتاعنا، زي ما حضراتكم شايفين اللون بتاعه تحفة ازاي. انا بقى هصبه طبعا الشطة والليمون دي حسب الرغبة، انا ما بحبش احط الشطة على الليمون واعملهم دقة كده مع بعض، لا انا بسيب كل حاجة لوحدها عشان خاطر اللي بيحب الشطة يحط واللي مش بيحب يحط براحته يعني، ما بقاش انا فرض على حد حاجة هو مش بيحبها. دي حاجة. تاني حاجة يا ريت اما تعملوا حمص الشام اما بيكون فريش كده طازة بيكون افضل من ان احنا نعمله ونحطه في الثلاجة، ده كده بيبقى مش حلو، طعمه بيتغير. كل حاجة طازة بتبقى طعمها احلى طبعا يعني، في ناس بسم الله ما شاء الله بيعملوا كميات كبيرة قوي بس بتبقى عيلة كبيرة، انما احنا بقى عشان شوية صغيرين ربنا يبارك فيهم فبنعمل كميات بسيطة يعني مش بزود قوي اهو. وكده حبايب قلبي خلاص احنا خلصنا وصفتنا النهاردة، حمص الشام الخطير بلونه الجميل من غير بصل، اهم حاجة من غير بصل. حمص الشام مش بتحط له بصل يا جماعة، ولو مش عايزة تحطي توم فريش ممكن نحط توم باودر ان شاء الله بإذن الله. واهم حاجة برضو عشان ما انساش اقول لحضراتكم، لازم يتنقع حمص الشام من 6 ل 8 ساعات على الاقل علشان خاطر يطلع اي سموم تحت القشر بين القشر وبين الثمرة، دي حاجة. وما يعملش انتفاخات يعني، بقول لازم تتنقع من 6 ل 8 ساعات على الاقل. تمام كده ان شاء الله باذن الله. اتمنى ان الوصفة بتاعت النهاردة تكون عجبتكم، ويا ريت لو الفيديو بتاعي عجبكم تشيروه، ما تنسونيش في اللايك وسبسكرايب، ويا ريت الدعوة حلوة من قلوبكم. ربنا يحفظكم جميعا يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.